عليك فيك اليوم كله تسلط تحكم وتسلط. الله يعيننا عليكي. نحطوا الحق ولا تمسك الكلينك اللي بدها تمشي. لا تعيطي خلص والله ماشيين معك بدون عياط. تسأل ناس شو عملت فينا؟ حكمت فينا اليوم كامل. امي هالماي من وشي وروحي، والله اذا ما تسمعوا كلمتي لدقك شو قتلي. شدي ايدك وفريكي منيح. لا هيك كثير دخنه. ايه انا بورجيكي. ها هي رشه. ايه الماس بس هيك عقدتني انا وماما ابشع عقوبه. الماس شو العقوبه اللي اعطيتيها لذهب؟ تستاهل ما عم تسمع كلمتي. بدي اجن اجن هذا الكرسي. شوفوا شوفوا. يا حرام. تقومي؟ لا تشوفوا الفيديو كامل وحطوا لايك واشتركوا بالقناة ولا تروحوا. ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس هون ليوصلوكم كل فيديوهاتنا وإشعاراتنا. يا شي بملل وضايق خلقي والله من الشوب مالي حيل اتحرك. نشف قلبي لإلا لدهوبة ناولني كاسة هالمي. يا ذهب يا ذهب. دهوبة لو سمحتي ناوليني كاسة هالمي زكاتك. ليتو جنبك ما تاخديها انتي. والله مالي حيل اتحرك. حطيها حطيها هون هلا باخذها. ولا اقول لك ما عاد بدي اياها. مالي حيل قوم اشرب. كلش نادي تجيبي. يمكن جاي على بالي اكل. جيبي لي شي اتنقرشه. يا الله شي بملل. يلا يا ذهب خفي ايدك. تولي تولي بالك شو بدك شغلتك عالسرعة. شو عم تعمل ماما؟ تيجي تسليني. يا ماما يا ماما. نعم يا الماس. شو حبيبتي مرضانة اليوم؟ لا ماما. يعني تضايق خلقي. مالي حيل اتحرك. سلامتك لا تتحركي انتي خلص انتي اليوم مدللة. والله بصراحة انا اليوم هيك شفت بمنامي انه انا مدللة وعم بتحكم فيكم كمان ليوم كامل. نعم تتحكمي فينا يا فارح؟ ايه هيك شفت بمنامي حتى المتابعين هيك بدهم. يا عمري خلص اليوم رح نحقق لك امنيتك. ياس مامي. تك دهب شو صار بهالاكلة؟ وين الخيارة؟ تك ليش حطيتيها هنيك؟ هاتيها هاتيها لعندي. تفضلي. الله يسلم ايديك دهوبتي. حطيها حطيها هون عندك. حطيها على الكنباية. انا بدي احط لك اياها هون. الو الاخوات لبعضها. طعميني طعميني كمان. لا دخلتيها. ليكي اسمعي كلمتي وطعميني احسن ما اعصبها. معلش دهوبه معلش اليوم ده الماس حابه تدلل علينا شوي. يلا دللي. اسمعي كلمه امك. ها مالك ماما. يلا يرضى عليكي يا رب. الله يرضى عليكي. هلا جا على بالي نقري. شوفي شوفي عنا جيبيلي. والله شو هو كمان. قومي دوري كيس شيبس بسكوته شي قصه. معلش ماما حبيبتي. يلا قومي لاقي لها شي تتنقرشه. قومي يا عمري بعينك الله. مشانك ماما. ها مشانك انا عم بتحملها. انا عم بتحملها مشانك. ايه ماشي املنا الله. الله يعيننا على هاليوم. هفيا دلي الماس. لك ليش هيك كلهم حطيتيهم بوشي؟ هاتي الطاولة. تفضلي. يا عمري يا دهوبة. يلا بعينك الله ماما بعينك الله. سلم ايديكي. والله مالي حيل اكل. عندك طلبات تانية؟ ايه عصير عصير شيبس. بده عصير معه؟ نعم. يمكن ما عم تسمعي. عصير عصير. تهام الله يرضى عليكي. جيبي لها كاسة انينة عصير. معلش حبيبتي معلش. الماس مو بصير هيك ماما. مو بصير لسا عم تتأمري عليها. نعم ماما. خلص هاد اخر طلب. اوكي كمي ما فيها شي. اوكي طب بشوف. الله يرضى عليكي. جبتلك عصير. حطيها حطيها على الطاولة لو سمحتي. خلصنا الماس خلصنا بقى. حاسة حالي تعبانة ورجلي مكسرة. زكاتك جيبي لي سطل هالمي. نعم والله شو. ايه جيبي سطل المي وفركي لي رجلي. لا والله ما حجزتي. ليكي اسمعي كلمتي احسن ما ازعل وزعلك. يلا قومي. والله سمعانة. الماس الماس شو هالطلبات التعجيزية هاي؟ مالي قايمة مالي قايمة. بدك تقومي بدك تقومي. لا الله قايمة. معلش ماما معلش بعينك الله. يلا روح. عم تعذبيني. ايه انا بورجيكي. هذا اللي كان ناقص. حاجة بكفيها. اصغر ما فينا يتحكم فينا. هاتي هاتي لعندي لهون. لك وين حطيتي؟ بعيد قربي. هاتي حاجة حاجة انا تحملتك كتير. حطي لي رجلي فيه. ذهب قربي واسمعي الكلمة. ها اسمعي الكلمة. هاتي حطي لي رجلي. ايوه قربي لهون. ايه ها بلشت تعبي حل حيل. تعي فركي لي اياهم لشوف. يلا لا هيك كتير دخنة. دهوبة نحن اخوات. فركي لي اياهم حبيبتي. فركيهم فركي منيح والا برشك.
ايه الماس ليش هيك عملتي؟ ما بصير يا ماما ما بصير. اختك اذا اختك اذا عم تساعدك فهات قراره ماما. لا هيك مو طبيعي، عم ترشيني انا بورجيكي. فركي منيح لشوفه الا يا ويلي. فركي لها منيح عشان ما تعصب علينا. بدك الماس ليش هيك عم تعملي؟ ييي وانا كمان بدك تبليني؟ لا لا هيك تخنتيها الماس، تخنتيها ماما ما بصير. ييي عصبت الماس. شو نعمل؟ انا بورجيكم قيموا المي لشوف، ما عاد بدي قيموا المي ورا ورجيك يا ذهب، ولا قلك رجعيها لشوف. خدي مشرين عني. روحي هلا انا بشوف لك الماس. حاجه خليها ترجع تحط لي مي تفرك لي رجلي. بدك كمان ترجع تفرك لي من اول وجديد؟ والله ما عاد ترضى، انا ما بظن ابدا انها ترضى. معناتها ضايق لي، خذوني على المول. نعم بدي روح على المول واتحكم فيكم وتشتروا لي كل شيء. يلا لشوف لك ذهب. هي بدها تروح على المول وتشتري كل شيء، بس انا مالي فاضيه عندي شغل. انا عندي دراسه. يلا دقوا لبابا يجي ياخذنا. حتى بابا يا الماس ماله فاضي، ما حيجي ياخذك. كيفك مصطفى؟ الماس بدها تروح على المول ماله فاضي. الماس قال بابا ماله فاضي، معناتها رح تفشش الذهب وخليها تاكل اكل. لك يا مصطفى علقوا الاولاد مشان الله، علقوا. هي مشرين الصغيره، تعال مشان الله تعال خلينا ناخذها على المول احسن ما عم تتفشش فينا. ايش هيك عملتي لك الماس؟ عن كلمتي انا اللي بدها تمشي. ما عم نسمع، خلاص رح نسمع كلمتك. هلا قول مطلوب. روحي على السريع نروح على المول. يلا يلا ذهب على السريع روحي البسي. ماما حلو هذا البسه. اي والله كثير حلو بيلبق لك، خلاص البسي. لا ما في تلبسي هذا، البسي غير. مش حتى ما تلبسه كثير حلو عليها. ما بعرف كثير حلو. ما بتلبسي على كيفها؟ تلبسي الكنزة البيضة والشورت البينك على السريع. بس هدول ابدا ما بحال ماما. حلوين كمان والله، حلوين عليكي مثل ما قالت لك. بتلبسي الكنزة البيضة والشورت البينك على السريع دهوبة. امام امام ايوه، ما بتجوا غير بالعين الحمراء. ها هي جبتكم لكان كنت تسمعوا كلمتي. بعدين شوفي اواعيكي شو حلوه دهوبه. ما يبلو ما يبلو. يلا استعجلي لك امشي من تمساكت والله لو ورجيكي. الله يعيننا عليكي. هس هس لحقيني وامشي، حضرت لك مفاجأة. تررررا دهوبة انت معنقبة، بدك تردي على كرسي المساج. والله يا دهب بدك ترجع عليها. بابي حط المصاري. الله يطول بالنا. لك الماس الله يوفقك بلاها، حرام دهوبة لساتها صغيرة. ماما عذبتني كتير، لازم اعنقبة. دهب بدك تتحملي قد انك تتحملي. دهب تعدي هون هون. قوام دهوبة بلاش. يلا شو دهوبة؟ يا حرام يا دهوبة شو رح يصير فيكي؟ الماس شو العقوبة اللي اعطيتيها للدهب؟ اللي يعجن عجن. بده يعجن عجن هذا الكرسي، شوفوا شوفوا. الله يسامحك يا الماس على هالعقوبة. هلا هي بده يتفلفص عظامها بابا. حرام شو صار له؟ دهب عم يعجن عجن. شوف شو عم يعمل لك؟ يا حرام تقومي؟ تقومي؟ خلعها كسرها. الله يسامحك يا ألما شو هالعقوبة؟ لحتى تعرف ترشني بالمي وما تسمع كلمتي. يا علي أنا مطول تقومي؟ نعم يا دام. عارف شو عم بصير فيها؟ عدي عدي منيح. يلا حطي ايديك هون. اي حطي ايديك. ايوه يا حرام. لا خرجك يا حرام يا الماس. تفلفط شمتاني فيها. رجعي راسك. الماس اليوم متحكمة فيكي. وعجل لراسه راسه. يا حرام. يا حرام يا دهوبة. يا حرام عجل عن جد عشان لراسة. يعني هون كتاب مو راس. يا حرام لأنه صغير عن جد. هلا مين بدك تعاقبي؟ هلا شوفوا لسه العقوبات ما خلصوا. الماس خانه ومين بدك تعاقبي؟ استني لشغله رح لك. نعاقب بابا. لا ما حذرتي ولا لعاقبك انت. والله لا انت عشان تدافعي عن ذهب. اما بابا حبيبي معي من طفلي.
بدنا نعاقب بابا. لا بابا هلا مندفع مصاري بعدين. لا الله يوفقك، حرام عليكي. اخو يلا عود عود مسك زكعتك. ما بتغيري رايك الموس؟ مشان تعرفي تدافعي عن دهوبه. ما بتغيري طيب. رايك؟ يا حرام عليكم، عص عص على رجلي عص. يي يا لطيف. يي لك شو لك ولك الموبايل كيف عم بهز؟ امك انا امك. وهلا من بعد ما عصبتوني بعد العقوبه رجعت بدي روح اكل. يلا بابا اشتري لي بطاطا على ذوقي. هاد كان ناقص يا حبيبي. بابا بدي بطاطا وممنوع تطعميهم اي شيء غير البطاطا. ما بدي بطاطا. انا قلت بطاطا يعني بطاطا، ثلاثه بطاطا. جاي بالي برجر مشان الله. ليك بابا رجعوا يعصبوني، عم اقول بطاطا انا. ها الموس هي جبنا بطاطا مثل ما بدك. ليش لسه بتعارضوني؟ خلص ما بقى نعارضك. بزعلكم ها؟ هي اخر مرة. امشي تحت امرك. تمشي مثل ما انا بقلكم. حاضر. تبقى تزعلي انتي. يلا ناكل بطاطا على ذوق الموس. الموس حقداني. تركناها. عم تعذبوني ما عم تسمعوا كلمتي بسرعة. لهب هذه الكيس اللي قاعد عليه. واو دلالة مين؟ الماس. ياس. دهوبة تفضلي على البطاطا. معلش امرنا لله يا عم تتحكم فينا الماس، شو بدنا نعمل؟ معلش ماما كلي حبيبتي كلي. هذا كله مشان الله يعيننا عليكي الموس خانم، استاذك قد الصوص تتحكمي فينا؟ انا معلش اكل ولا لا؟ ايه طالبت لك واحد. قعدني قعدني بابا لو سمحت على الكرسي. اعطيني كاتشب ومايونيز. ويمي شو هالقعدة البرفكتو. ايه الماس خانم، وبعد ما خلصنا اكل نحنا طعمتينا بطاطا، شو نعمل هلا؟ صار وقت التحلاية، لازم نجيب اكل حلو. بدك حلو؟ ما بفهم بدكم تاكلوا حلو؟ ايه مين في بيت محل يا حبيبي؟ بعرف ما بتحبوا الحلو بس بدكم تاكلوا. والله لك الماس شو هالطلبات عم تطلبيها تعجيزية؟ ايوه بتعرفينا انا وبابا ما بناكل حلو. بابا انت بتاكل حلو؟ انا ما باكل حلو ابدا، انا عامل دايت. وانا كمان. انا كمان. بس السكريات الباقية نحن حريشك يا الماس. طب رح نقوم. يلا قوموا. طيب الله يعيننا عليكي. مو هيك يا دهوبه؟ تعالي يلا تعالي شوف بابا شو رح يجيب لك. تعالي نقي انت بلا ما ترجعيها تقولي ما حبيتيها. يلا الماس تعالي تعالي تعالي. شايفه هدول الحلويات؟ بدي منهم كلهم كلهم مامي. تفضلي الماس الماس تفضلي اختاري اختاري. على ايه ايه انا بدي نقي على شو بدنا. ها ايه وتحتهم كمان. ايوه كثير جاهزه مثل ما بدها الموسه. مامي حطيتولي جيلي. شفتي جيلي حطينا لك وحياة عينك، كله كان على ذوقك. شوفوا بابا. هذا عزوق الماس كله. طبعا طبعا رح تاكلوا اصابيعكم وراها، انا نقيت لكم على شو بدنا. شو الموس شو كله على ذوقك ماما؟ ان شاء الله عجبك. ليك ودايبة الايس كريم قوام قوام لابت. يا خلونا نلحق ناكل. والله يعيننا على اوامر الماس. الهي كيف بابا اعطينا رايك؟ عن جد الموس طبعا طيبة. انا حبيت لكم اياها بعناية فائقة. الله يجيرنا. شو ده هو بس؟ طعمة البزر يا بنتي دايبة. على السريع لحقوا بناتها. يلا لك ان شاء الله ألف صحة وهنا يا بابا، على اساس ما بتحبوا الحلو قضيتوا عليها كلها. يدخيل قلبك المسرح مطرح ما يسري يمري. يلا قوم ادفع بابا حبيب قلبي قوم ادفع. بيبي يلا تعالوا تعالوا. يلا الماسة مامي هلا رح لعبكم لعبة كثير حلوة. امشي امشي. ايه وبعدنا جبتينا من هون خير يا طير. تعالوا نركب بالاسانسير. ليتس جو. يلا فوتي فوتي فوتي. ايه وين بدك تاخذينا الماس؟ طولي بالك عم اقول لك لعبة كثير حلوة. لا طول ما قعدت تلعب بالجرس. يلا
فريشك. ايه وهلا بدنا ننزل لتحت. ايه وليش بدك تنزلينا لتحت؟ هي خلصنا من طابق الاكل. هلا شوفي شغله كثير ممتعه. هلا شوفي ماما. لا تعيطي خلص والله ماشيين معك بدون عياط. ايه وهلا نزلتينا. هلا بدنا نرجع نطلع. نزلنا بدنا نرجع نطلع. يلا الحقيني الحقيني. ايوه احرق حريشك. هلا بمو لا تقليلي. ايه نزلتينا بالاسانسير وطلعتينا بالدرج. بابا شو هالحركات هاي؟ ليه؟ امشوا بنت مستعكت. نمشي بنت مستعكت. مامي مامي شوفي هاد البيت. شو حامينا؟ روح ننام روح على البيت ننام. لا هون بدنا ننام. نخلص من شرك المال. اي والله نخلص من شرك وليك ليك. اي والله ما بيشبهها يا عمري. وهلا دخيل الرقصة. يلا رقصي لنا الماس رقصي لنا رقصي. ياس مامي تعي نفوت. انتي بتصلي وانا بنام مثل انا بصلي وانتو ترتاحوا. والله شو ايه يلا يلا مامي اسمعوا كلمتي. والله هو صار وقت الصلاة ماشي الحال. انا بصلي وانتو بترتاحوا. يلا تعالوا تعالوا. يلا الماس لك شهاني نام. رح اخذك رح اخذك ليكو ليكو المنزل. يلا تعي. ايه تعالي تعي نامي مثل البيبي. يلا فوتي. 1 hour later. نيم نيم شو عم تعملوا؟ وين غاطين؟ مي غطيت لك شو نومي؟ انت ارتحتي؟ خلصتي راحة مثل البيبي؟ وبعدين من طلباتك الغريبة العجيبة؟ ها؟ بس والله ارتحنا نمنا ساعة زمان بابا. حلوة. ايه وهلا الماس خير. حل المكياج. خذ محل المكياج. ايه ليش ماما؟ اشتري مكياجة. اللي اعطيني بحالي. من انت بتتمكياجي تقبشيني؟ خذي سلة خذي خذي. خذي سلة يلا خذي سلة. بابي ناولني سلة لو سمحت. الله يعيننا عليكي. قدك قد الفارة وصوتك ملات الحارة. تعي لنشوف شو بدك تعي. بدي اعبيها كلها كلها غراض. تعبيها كلها. وانتي كمان يا حبيبي. شو اختار شو اختار؟ شو وين فلتو؟ بالله مهوبة كل شي بتحبيه جيبي وإلي كمان. يا حبيبي وانتي؟ يا حبيبي يلا امشوا امشوا. نو 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 مالك شغل فيه وليك؟ نو امشي. فيتامين سي بتضل البشرة. طيب رح اخذ هدول معلش. هذا هدول اي اوكي. يلا امشي امشي. فارة صغيرة ما خلصتي؟ ماما ناوليني اللي وقعوا لو سمحتي. وقعت؟ ايه حاضر بجيب لك اياها. شو هاي؟ واو افوكادو فور مكسيكا. لا دهوبة مليتي لي السلة؟ حبيبي وتعالي لنروح نحاسب. بالله رجعيهم حبيبتي رجعيهم. بالله شو والله ليكي ها حلوين بس لك كبار هدول ليه؟ انت كريم سرقي لها السلة؟ يا عمري سرقي لها سرقي لها السلة على عيون العدوين. واو انت بتحبي الكريمات بتحبي تجيبي بالك على بشرتك وهاد بجنة. يلا حطي انت وياها حطي انت وياها وامشوا يلا يلا. مامي استعجلي والحقينا. لك وين الحقك يا الماس؟ لك مامي شو بنا الحقينا. لك بس شاطرة تطلعينا وتنزلينا. لك ماما شو هاد؟ الله يطول بالنا عليكي. بعدين والله انتي نعسانة مالك عرفانة وين عم تاخدينا وتجيبينا. لا مالي نعسانة بس هيك تعبت شوي. بتنام ناسي عرجينا انفي قولك لك وين طلعتوني برات المور وهيك بعد ما تحكمتي فينا وهلكتينا طول النهار. شوفوا صار في الدنيا رجعوني بس خلصوا لي ما بدك ترجع على البيت. ما خلصت انا عندي طلبات كثير. خلاص 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 وصلوا الفيديو 10000 لايك لنخلي ذهب تتحكم فينا يوم كامل وبالمول. وهيك يا الماس لسه عندي شغلات ما بدك عجبك تضلي متحكم فينا. وهيك نكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. اذا سمحت تولنا لايك حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك.
اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلوكم كل فيديوهاتنا واشعاراتنا. يلا باي 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 باي.